قاعده موجوده علشان ابتدي اوضح لاي بنت بتخاف من المطبخ او ما بتحبش انها تخش تطبخ اصلا انها يعني تاخد بالها ان الموضوع مش صعب وانه سهل جدا. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل الفراخ والملوخيه والرز، اكله كل الناس بتحبها صغيرين وكبار، وفي ناس بتستصعبها قوي وبتبقى شايفه ان دي اكله فيها هادج فظيع. الفرخه هوريها لكم من اول ما هنغسلها ونسلقها ونحمرها، الشوربه بتاعتها هنعمل منها الملوخيه، هنعمل الرز الابيض اللي بيتاكل مع الاكله دي. احنا اول حاجه هنبتدي بيها ان احنا هنغسل الفرخه، وهوريكم ازاي غسيل الفرخه بالتفصيل، وهنحطها بعد كده تتسلق. دلوقتي دي الفرخه، هوريكم ازاي هنغسل الفرخه بالتفصيل. طبعا دي كلها في اللي هي الفراخ بقى من جوه بيبقى فيه الدم واللي هي الاحشاء بتاعتها والحاجات دي كلها، كل ده لازم يتشال تماما. على فكره في ناس كتيره جدا بتحط في دماغها ان غسيل الفراخ ده حاجه غلسه ومش لطيفه، فلا، غسيل الفراخ ده سهل جدا، بغسلها كويس من جوه ومن بره. بعد ما خلصنا غسيل الفرخه كويس، دلوقتي احنا هندعكها بالملح والخل. دلوقتي بعد ما غسلنا الفرخه بالملح والخل هنسيبها منقوعه شويه فيه لمده من 10 دقائق لربع ساعه ماكسيمم، لانها لازم تقعد شويه عشان الزفاره بتاعتها ما نبقاش واحنا بناكلها نحس ان ريحتها مش حلوه او ان طعمها مش حلو، فهي لازم تقعد في الملح والخل مش اقل من 10 دقائق ربع ساعه. دلوقتي احنا على ما هي تقعد في الملح والخل هنبتدي نغسل احنا الرز بتاعنا. دلوقتي دول كوبايتين الرز، احنا حطينا كوبايتين رز في الطبق، وهوريكوا ازاي احنا لازم نغسله، وبعد ما هنغسله هوريكوا برضو ازاي هنبتدي نعمل الرز على النار خطوه بخطوه ان شاء الله. دلوقتي احنا الفرخه سيبناها ربع ساعه تقريبا في الملح والخل زي ما قلنا علشان نشيل منها اي زفاره او كده، وعشان ساعه لما تتحط تتسلق ونيجي ناكلها يبقى طعمها حلو. الميه لازم تكون بتغلي كويس جدا، احط فيها الفرخه. هنحط ملح وفلفل، بس احنا حطينا فلفل اسود، هنحط ملح. دلوقتي الرز المفروض ان هو اتصفى، فهنبتدي نشتغل فيه بقى على ما الفراخ ان شاء الله تخلص. هاخد الزبدة انا ببقى مقطعاها كيوبز كده، بحط قطعة او اتنين تقريبا. دلوقتي احنا حطينا الزبدة وساحت، هنحط عليها الرز. المفروض ان انا دلوقتي عاملة كوبايتين رز، كل كوباية رز عليها كوباية مية سخنة، لازم اكون مسخنة مية في الكاتل بتاعي، فكل كوباية رز عليها كوباية مية مش أكتر من كده، أكتر من كده الرز هيعجن مني ومش هيطلع مظبوط. هي لازم المية تبقى مغطية يدوبك الرز، يعني مغطياه. نفس الكوباية اللي أنا عيرت بيها الرز هي اللي عاير بيها المية، ما استخدمش كوباية تانية، تمام؟ هحط كوبايتين مية زي ما احنا شايفين كده اهو. المية يدوب مغطية الرز، النار لازم تبقى عالية، اغطي الرز كده. اول ما يتشرب بوطي النار خالص، بوطيها تماما،
واسيبه ياخد يستوي بقى براحته. برضو الرز تقريبا بعد ما بوطي النار بياخد تقريبا حوالي تلت ساعة وبيكون استوى، بيكون تمام ان شاء الله بإذن الله. نبص بقى بصة كده على الفرخة، ممكن نقلبها كده، هي خلاص قربت. ممكن نجيب شوكة، لو حسيت انها مش داخلة كويس لغاية جوه ما غرزتش في الفرخة يبقى لسه الفرخة قدامها لسه شوية. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده الرز اتشرب تماما، شرب المية كويس. بقلبه تقليبة واحدة بس كده بسيطة. الفرخة خلاص كده هي شكلها استوى. هنطفي بقى عليها النار كده واطلعها عشان اسيبها تبرد شوية عشان اقدر ان انا اقطعها. دلوقتي طبعا الشوربة جاهزة، هنبتدي بقى نخش على الملوخية اللي هي اساس بقى الفرخة اللي هي كانت اساس الطبخة، خلصت والشوربة بقت جاهزة، اقدر اعمل دلوقتي الملوخية. دلوقتي انا جايبه لكم الملوخية اللي هي المجمدة اللي بتبقى جاهزة وموجودة في اي سوبر ماركت، بس انا جبتها ليه؟ علشان اسهل عليكم الدنيا شوية. اي حد مش حابب المطبخ لو جيت قلت له هنجيب الملوخية الفريش الخضرة نغسلها ونقطفها ونسيبها تنشف وبعد كده هنخرطها، هتقول لا انا مش عايزة اعمل ملوخية. دلوقتي احنا هنجهز الشوربة علشان نحط فيها الملوخية. طبعا انا لما باجي اعمل شوربه الملوخيه ما احطش يعني الشوربه ما احطش كتير. ليه؟ لازم احط شويه صغيرين واحط بعد كده فيهم الملوخيه، لان الملوخيه لو تقيله شويه هعرف اخففها، انما لو خفيفه مش هعرف اتقلها هتبقى باظت مني. تمام. ناخد بالنا من الرز ما ننساهوش، هو المفروض ان هو كده استوى. هبتدي باخد مكعب واحد مرقه خضار بحطه في الشوربه. هنولع النار. فلفل تاني، بزود شويه فلفل. هي طبعا ما ننساش ان الشوربه دي فيها ملح وفلفل، لازم ما ننساش، فلما اجي احط ما احطش كتير. باخد بقى شوية من الكزبرة وهي ناشفة. طبعا احنا لسه في عندنا الطشة اللي هي بتبقى كزبرة وتوم ومع الزبدة، تقريبا حوالي نص معلقة صغيرة هحط فيها الملوخية. مش مهم ان الملوخية تطلع تقيلة، هقدر ان انا اخففها بان انا هزود شوربة، انما لو طلعت خفيفة مش هعرف اتقلها تاني. دلوقتي احنا هنبتدي نجهز للطشة. هنحط بقى ايه؟ الزبدة. هنحط تقريبا مكعبين كبار زبدة. عندي توم مفروم جاهز اهو بحطه، وما اكونش على فكرة مولعة النار، النار ما اولعهاش غير لما كل حاجة اكون حطتها. بحط بعد كده بقى الكزبرة، بحط شوية كده يعني ايه كتير، ان الملوخية بتحب الكزبرة. اوكي خلاص انا حطيت كله، اولع عليها. وعلى فكرة لازم النار تكون هادية. اشيل الطشة دلوقتي واحطها على الملوخية، واللي عايزة تشهق بقى زي ما قلت تشهق براحتها. دلوقتي هنحط الزيت في الطبق اللي احنا هنحمر فيه الفراخ. دلوقتي هنغرف بقى الرز. دلوقتي هنبص تاني على الفراخ نشوفها اخبارها ايه.
هي خلاص كده تمام، ممكن احنا نطلعها.